زميلنا حسين اعتقد ان هو من العراق بيقول لي اكو شركة اسمها يو بيس، ما اخدوا فلوس بس يقولون شركة الاتصالات وروبوتات وما اعرفش ايش، وبعدين يدسون عقد ومن واقع عليه يطلون لابتوب ويعلمون على الشغل والراتب على بطاقة الصرافة. طب في الحالة دي انا شايف هنا على حد طبعا قراءتي للهجة العراقية ان في هذه الحالة حضرتك ما طلبوش فلوس، وده عامل كويس جدا. في هذه الحالة كمان مضوا العقد معاك، ادوا لك اللابتوب وعلموك الشغل، وقال لك كمان الراتب هينزل على البطاقة الاي تي ام او على بطاقة صراف. ففي الحالة دي لا، يعني انا شايف هنا بوادر كويسة. نخاف امتى؟ نخاف لو هم طلبوا فلوس، نخاف ان مفيش شغل، نخاف ان مفيش عقد، او العقد شركة مبهمة او شركة مش حقيقية. نخاف ان انا داخل مكان اوضتين وصالة، مفيش شغل، مفيش هيراركي، مفيش اتش ار قاعد معايا، مفيش. في الحالة دي اذا اخاف واشك، ولكن في الحالة اللي حضرتك كتبتها وفقا لده فانا شايف ان هنا مفيش فيها مشاكل، وعادة ان شاء الله هتكون الشغل كويس وانت هتجربهم وساعتها تحكي لنا على هذه التجربة هل كانت كويسة ولا لا. ولكن انا توقعي ان شاء الله من هذه الاحترام اللي ماشي انها تكون ان شاء الله بداية كويسة معاك، وربنا يوفقك باذن الله.